السلام عليكم، واهلا وسهلا بكل متابعين القناه. حلقه النهارده تلبيه لطلبكم. في بعض المتابعين مش فاكر الاسامي الصراحه دلوقتي، طلبوا مني طريقه عمل منقوع لبان الذكر اللي ذكرته في حلقه قبل كده، اللي هي بتاعه روتين العنايه بتاعه شهر رمضان اللي هستقبل بيه العيد باذن الله. انا بستعمل منقوع لبان الذكر عشان شد الترهلات اثناء الدايت، عشان ما يحصلش ترهل في الجلد. فده دور لبان الذكر مع فيتامين سي. انا بحط فيتامين سي عشان تفتح الاماكن السمراء، برضو فيتامين سي بيساعد على شد بناء الكولاجين. المهم مش هقولك على فوائد لبان الذكر، لو حابة تعرفيها اعملي سيرش دلوقتي حالا وانت اسمعيها. كتيرة جدا هتلاقي مقالات بقى مكتوبة على فوائد لبان الذكر، بس يعني المختصر المفيد بتاع الحلقة بتاعت النهاردة هو مفيد جدا في شد الترهلات اللي مع الدايت او حتى بعد الدايت، عشان ما يحصلش ترهل في الجلد او مشاكل في الجلد. وانا بضيف له حبات فيتامين سي عشان خاطر تفتيح الاماكن السمراء، وعشان يحسن طبقه الكولاجين وما يحصلش فيها ترهل او اي مشاكل في الجلد مع الدايت. تمام. المهم كل اللي انا محتاجاه ايه عندي، انا محتاجه هنا عندي، انا محضره لك مرحلتين طبعا، بس هشرح لك دلوقتي ازاي. معلقه كبيره من لبن الذكر، ده شكله، بصي ده شكله، مش عارفه باين ولا لا، هو بيبقى شكله كده. هو اسمه عندنا هنا في مصر لبن الذكر، في ناس بتقول عليه مر، مش عارفه بقى يعني. يا ريت لو في بنات معايا في القناه من جنسيات مختلفه غير المصريات يقولوا لي انتوا بتسموه ايه عندكم في مصر. اللي هو ده شكله، ده اللي بنى الذكر، اللي هو بتمضغيه تلاقي طعمه مر جدا كده. تمام، ده شكله. انا هنا محتاجه عندي معلقه كبيره، على كل معلقه كبيره نص كوبايه ميه، ده بالنسبه للمنقوع. اوكي، بالظبط نص كوبايه ميه، وحبايه بالظبط من فيتامين سي. فيتامين سي غير فوار. تمام، لو انت استعملتي قبل كده الفوار يعني ما عملكيش مشاكل في بشرتك، فخلاص يعني استعملي الفوار ما فيش مشاكل. ليه بقول الغير فوار؟ لان الفوار بيبقى مش مناسب لجميع انواع البشره، ممكن يعمل حساسيه لبعض الناس. تمام، ده فيتامين سي غير فوار، هحطها كده وهسيبهم حوالي 5 أو 6 ساعات على جنب لحد ما اللبان الذكر يفك مع الميه تماما والفيتامين سي يفك معاه. تمام، ده بالنسبه للمنقوع. لو انا هستخدمه كمنقوع كده هوريك النهارده الكريم بيتعمل ازاي والمنقوع بيتعمل ازاي. لو انا هستخدمه كمنقوع كده ممكن احطه في بخاخه وارش على المنطقه اللي انا عايز استعملها وافرك كده المكان لحد ما احس ان البشره اتشربت بالمنقوع ده. ماشي، ده بالنسبه للمنقوع. اما لو هعمل الكريم فانا هاخد ربع نص كميه الميه بس، يعني بدل نص كوبايه ربع كوبايه ميه. ده انا عامل من بدري عشان اختصارا لوقت الحلقه، عشان اوريك ازاي نشتغل على طول. ده هو انا نعاه خلاص، ده قرب يدب خالص تماما، مش خالص لسه، في شويه كده حاجات بسيطه خالص محتاجه ان هي تتقلب كل شويه. تمام، هاخد بقى ربع يعني ربع كوبايه ميه بدل نص كوبايه، ربع كوبايه وحبات الفيتامين، وهسيبهم مع بعض يتنقعوا خالص لحد ما يبقى فاكك، وهوريك ازاي بنحضره ككريم لدهن الاماكن شديده الجفاف، بس هيكون غير مناسب لبشره الوش والبشرة الصدر لو انت من النوع اللي بيطلعلك في صدرك حبوب. تمام، ده مش هيبقى مناسب للصدر، يبقى للصدر هتستخدمي المنقوع العادي اللي هو الميه. اما الكريم اللي هنحضره دلوقتي دوت مناسب للبشرة الجسم الداخليه، مش للوش ولا للصدر لو في حبوب. تمام، يلا نشوف مع بعض هنحضره ازاي. عندي هنا على النار معلقتين كبار فازلين، هعملهم على حمام ميه، هسيبهم يفكوا تماما وبرجع لك تاني. هسيبهم بقى لحد ما يفك خالص. حمام ميه، حله فيها ميه ومحطوط على نار هاديه، واحط المعلقتين كبار فازلين، سيبهم يفكوا وارجع لك. رجعت لكم تاني بعد ما الفازلين فك خالص، هو كده فك خالص كده، تمام قوي تقريبا فك كله. هعمل ايه بقى؟ هضيف المنقوع بتاعي بعد ما اكون صفيته تماما من اي شوائب. ده المنقوع لبان الذكر الهند، طبعا زي ما انتم شايفين السائل في البدايه هيقع تحت او هيطلع فوق، المهم ان هو يلاقي له اي اتجاه كده بعيدا عن الفازلين. هنعمل ايه بقى؟ هنسيبه كل حوالي 5 دقايق كده او 3 دقايق هنقلب فيه عشان يمتزج الفازلين مع لبان الذكر. تمام، هقلبه على مراحل وهوريكي ازاي بيمتزج مع بعضه على مراحل. اول ما يبتدي يجمد شويه ويتقلب هيبدا يمسك في بعضه. تمام، دي اول مرحله، مش هيمسك خالص لانه لسه سخن. شويه كده وهقلبه وهوريكي. ادي اهو بعد شويه
ابتدى يجمد شوية معايا. دي مرحلة تانية يعني، انا مقلباه حوالي 10 دقايق، 5 دقايق وريحته، 5 دقايق ورجعتله تاني. زي ما انت شايفة كده ابتدى يتقل شوية معايا، فواضح ولا لا؟ بصي اها، هو لسه كده مش جاهز، هسيبه شوية كمان يريح وبعدين اقلبه تاني وارجعلك. ادي شكله بعد ما جهز معايا تماما اهو، شايفة بقى يعني قوامه بقى كريمي شوية. ممكن هتلاقي شوية بعض السائل كده، هو غالبا يعني مش هيمتزج بالسائل كله، هتلاقي فيه بعض السائل من تحت كده سايب، مفيش مانع منه خالص يعني، عادي تحطيه عادي. وهتجيب بقى البرطمان او العلبة او الحاجة اللي انا هستخدم فيها وهبدأ افضيه فيها، حاجة يكون ليها غطا محكم، هفضيه كده، نزل الكمية بتاعتي كلها. طيب هبقى اكمل انا بعدين. المهم هحطه في العلبة واستخدمه بعد كده، اخد منه على المنطقة اللي انا يعني عايزة اشد فيها ترهلات، وفي نفس الوقت عايزة ان انا افتحها وانعمها، يعني منطقة تكون شديدة الجفاف زي مثلا منطقة الاوراك او البطن او ايا كان المكان اللي انت عايزة. على فكرة ممكن لو انت بشرتك شديدة الجفاف، اللي هي البنات اللي بشرتها بتبقى ناشفة جدا سواء صيف او شتاء، ده ممكن تستخدميه على بشرة الوش عادي، ده للبنات اللي بشرتها شديدة الجفاف فقط لا غير. غير كده ده بيستخدم للجسم ما عدا منطقة الصدر زي ما قلت لك، لو انت حاسة ان هي بيطلع فيها حبوب بتاخدي منه حتة على صباعك كده وبتستخدميها على الجسم عادي، بتدهنيها على الجسم في حركات دائرية عكس عقارب الساعة، تدهني كده عكس عقارب الساعة كده اهوت بشكل دائري كده. سوري العكس، يعني مثلا لو ده منطقة ال الورك انا هعمل ايه؟ هدهن كده على فوق تمام، بس كده. بيدهن مرتين في الاسبوع، ما بيجيبش اي ترهل نهائي مع الدايت او حتى بعد الدايت، ده انا بستخدمه بشكل مستمر مع نزول الوزن. فوائده كتيرة جدا، وفيتامين سي زي ما قلتلك هيساعدنا على تفتيح الجسم، مع تفتيح الاماكن الداكنة، وهيزود من الكولاجين، وهيعمل حاجات تانية كتير اكتشفيها بقى لما تعمليه بإذن الله. اوكي، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله. سلام عليكم. ولو عدى عنده سؤال يا بنات ما ينساش يحطهولي في كومنت ويسألني، وانا بإذن الله لو الفيديو ده موجود عندي هنزلهولك على طول. سلام عليكم.